اهلا وسهلا فيكم متابعين زينا كيتشن بحلقه جديده. اليوم جايبت لكم برودكت غير شكل. وصفتنا اليوم الكنافة. بدنا للكنافة فقط عجينة الكنافة. أنا عاملة هون قشطة بلدي على إيدي. بدنا رشة قرفة باودر، رشة فستق حلبي كمان مطحون باودر، بدنا قطر، أنا عملت حضرت القطر السيروب، وبدنا سمنة دوتسو. بدي أحكي لكم عن سمنة دوتسو. سمنة دوتسو هي سمنة حلال 100% مصنعة بهولندا تحت إشراف خبراء خاصين بموضوع تصنيع السمن الهولندي. السمن حلال بيور، ما فيه منكهات أبداً أبداً، ما فيه ألكهول، طيب كتير، المذاق لذيذ جداً جداً، الريحة لما بتطبخي فيها بتطلع الريحة كتير طيبة كتير لذيذة. بالإضافة لشغلة كتير حلوة إنه بتعرفي إنه هي ما فيها أبداً إضافات ولا فيها أبداً منكهات، بتست صغير وبسيط إنه بتحطيها بشي طنجرة أو شي طواي عنا وبس تحمى وتسخن كتير كتير ما حتتبخر ولا راح تحترق. هذا دليل إنه ما فيها لا نشا ولا فيها ألكهول ولا فيها أي إضافة. يلا نشوف الوصفة كيف راح تصير. الوصفة كتير سهلة وحلوة ورح تجربوها وتعملوها كل يوم. ذوبت شوي تقريبا ربع كاسة من سمنة دوتسو ورح حطها على الكنافة. اختياري، فيك تحطي معلقتين سكر او لا، انا بحب احط معلقتين سكر. وهلا رح اترككم كلهم مع بعضهم لحتى الكنافة كلها تتغرق بالسمنة. إذا شفتي إنه لسه ربع كاسة ما كافية، أنا عم بعمل نص باكيت، ما عم بعمل باكيت كامل. هي كمان في الباكيت ما أخذته. رح حاول إني وزع هاي السمنة على الكنافة ورح أخذ قطعة بهذا الشكل وحطها قبل من هيك. بدي ادهن القالب اللي عندي بالسمنة بريشة الحلويات، فيكي تدهنيها وهيك بتحافظي عليها انه ما تعلق. وهيك وزعت الكنافة على كل القالب الكب كيك. وهلأ راح ابدا ضيف القشطة، ما حكتر كتير، معلقة واحدة بهذا الشكل. طبعا راح احط لكم طريقة القشطة تحت بالدسكريبشن، كتير سهلة وتعملوها في البيت لذيذة. كنافتنا صارت جاهزة وهي الكب كيك كنافة قدامكم، كتير لونها حلو ذهبي. هاي السمنة عطتها اللون الحلو كتير كتير، ساعد بهي المنحقة. عم حط كمان نفس القشطة اللي أنا حطيت بقلبها، عم حط مرحة للكيك. هاي كنافتنا هيك صارت جاهزة، بدي أزينها بشوية بيستاشيو، والباقي اللي ماله قشطة رح حط عليه رشة قرفة، وبعدين رح احط عليه شوية فستقات. القرفة كمان مع الكنافة والقشطة بتعطي طعمة طيبة كتير مع بعضهم. هيك صار عندي أطيب كنافة بسمنة دوتسو. هي عم حط كمان السيروب. كنافة سهلة وتنعمل بالبيت بسرعة بسرعة. مالكم إلا تجيبوا سمنة دوتسو وتبلشوا تشتغلوا فيها. هذا اللون الذهبي اللذيذ والريحة خيال بالمطبخ. هاي وصفتنا، ان شاء الله تكون عجبتكم. بتمنى منكم تكتبولي بالتعليقات اذا حبيتوها، وبلقاكم بحلقات جديدة ان شاء الله مع زينة كيتشن.